طب انت نايم في الشارع ليه؟ مش تعبان طول عقلك في الساعة يا عم. طب اهدى طيب اهدى اهدى طيب استنى استنى طب اهدى 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 انت ايه قصتك طيب؟ ايه حكايتك؟ الدنيا حطت عليا اهو. ايه؟ الدنيا حطت عليا يا ابني. الدنيا حطت عليك؟ حطت عليا. طب ارفع وشك كده ارفع وشك بس فوق ارفع وشك فوق بص للكاميرا. انا مش قادر. بص للكاميرا طيب. يا حاج انت ايه قصتك؟ انا قصتي يا ابني الدنيا حطت. طب معلش هنحط المايك ده هنا. ايه اقعد كده بالراحه كده واتكلم في ايه؟ والله يا ابني تعبان يا ابني. مالك طيب؟ الدنيا جت عليا يا ابني. طب انت بتنام في الشارع ليه؟ انا مش ماليش اهل يا ابني ولا حد. طب ارفع وشك فوق. طب انت اكلت؟ لا ها؟ ما اكلتش. طب انت بتداري وشك ليه؟ ما بدي وشك. طب ارفع وشك فوق. ارفع وشك فوق. اكون بتصور يا عم. لا ما متصورش. اه يا عم اكون بتصور يا عم. يا ما متصورش خلاص خلاص ما تصورش. ارجوك. انت. طب بص بص بص. يا ابني. انت ايه حكايتك؟ انا حكايتي يا ابني. انا اصلا كان معايا ولدين واد وبت. اه. والواد والبت يا ابني سابوني. والدنيا يا ابني حاطت عليا وما ليش حبايب ولا ليش حد ابدا. ماليش حد يا ابني يسأل عليه. طب انت بتنام في الشارع ليه؟ ماليش بيت يا ابني. ماليش بيت. طب قوم معايا طيب. لا مش شاكرين يا ابني. اه؟ شاكرين. طب ما انت ما تنامش في الشارع كده، طب انت هدومك وايديك متحروسه ليه كده؟ اه يا ابني الدنيا لحوستني يا ابني. انا جت على ايديا وعلى رجليا. اسمك ايه طيب؟ اه اسمي علي. طب انت نايم في ليه كده علي؟ والله يا ابني الله يرحمك يا بابا. طب ارفع وشك فوق كده طيب ارفع وشك فوق. لا. ارفع وشك فوق انت خايف من حاجة؟ لا 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 مش خايف من حاجة. طب انت ايه قصتك فهمني طيب؟ انا قصتي يا ابني كان ليا واد وبت والواد والبت دولت يا ابني لما كبروا سابوني وكرشوني كرشوني بالبيز يا ابني. وانا دلوقتي ماليش حد ولا لا حبايب ولا لي حد يسال عليا ابدا. وهو ماليش غير ربنا سبحانه وتعالى ونعم بالله هو الحنين عليا ما فيش حد غيره حنين عليا. طب كرشوك ليه؟ كرشوني يا ابني. ليه؟ كرشوني يا ابني عشان انا تعبان تعبان عندي صحتي على قد وتعبان. انت متجوز؟ كنت متجوز ومعايا واد وبت. طب وعيالك ارموك في الشارع كده؟ اه مراتي كانت عايزاني اكتب لها البيت. وكان عندي بيت نص قرات كده كنت بنيه وكنت قاعد فيها انا والعيال. وفجأة لقيت البيت الولية قالت لي انا هخلعك مش هتجوزك مش عايزاك. طب ارفع وشك فوق كده يا عم علي في ايه؟ مش قادر يابا مش حد يشوفني يا ابني. طب وحد الله وحد الله. لا لا. وحد الله. وحد الله وخلاص وحد الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. طب ما تقلقش ما تقلقش. طب قوم معايا طيب قوم انت اكلت فطفت طيب؟ ما فطفتش يا ابني. اه ما فطفتش؟ انا دوت الاكل من امبارح. انت بتصوم؟ الحمد لله. طب انت بتفطر فين؟ بتسحر فين؟ انا يا ابني اهل الخير كتير بس زي ما تقول يا ابني انا دي كان يوم ماشي على رجليا وجاي من اخر الدنيا وجيت ما لقيتش غير الحته دي يا ابني. انت احنا هنا في المعموره قلت ما فيش حد دي. ونمت الحمد لله.